تعال هلا ابو شعشع، تفضل. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الاوطاني، السعودي نحيي روحك الحية، اشهد انك اصيل وطيب الفالي. يا لا 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 يا لا لا لا. ايش سبب سرك حبك لفقرة الكوتش؟ السجل اللي احبها احبها لان وقتها حلو. احب العصريات، انا احب العصريات لكن ما احب فيها رياضة. شوف، احب جلسة ودلة قهوة وفنجان شاهي سواليف. قصدك دلة قهوة وكاسة شاي؟ أي إن كان، فنجال، كاسة، إيش؟ كاسة كاسة. الله الله، هذه يذبح. أنا عصريتي كذا. بالعكس والله العظيم. عصريتك لو صارت مع أمك وأبوك. إيه خبر ده. هذه ما يبي لها واحد اثنين. لا حول، طيب أنا أحب عصريتي كذا. أنا عندنا الشايب. الله يطول بعمره. تقول الشايب، قول أبوي. عند أبوي. لا تقول أبوي، قول الشايب. يا كري عندها أرض في بلاد، عنده فلوس أبوك كبير، عنده خير، عنده خير موش. بس ما بيجي عند أبوك من قذر. ليه يا راعي الحصانة ثنتين وما خالنا من الكذاب أنت وياه. ما بعد زينة ابشر بالدلة يا ابو بن سعد. وينها؟ خذها مني هنا وقال بروح. ابو عيسى خلني بالله اروح اجيب دلة من برا. الله العظيم بالله متابعين جيبوا دله. نبي قهوه، اقسم بالله العظيم زي الناس يا ولد. الله يقلعك. شحاتين على هم بواجد 36. ايه شحاتين على هم بواجد. شحاتين ساده المقدمات. هذا وش؟ المنيو جديده ذي. وش فيها ذي؟ لا لا حق فقرة اليوم. اليوم تصدق ارشيده انه ضيف الله من اللي مكانه في المنيو. انا متى ضيف الله صح؟ انا مكان ما ادري. لا سوى قرعه ذاك اليوم، ما ادري مني حط. استغفر الله العظيم. عيال بسالكم، من هو اللي منكم ذي حلوه الصغيره هذه ولا الصغيره ذي؟ ذي ايوه واحدة، ما اقول ناخذ 10. ما بصفص حلاوة. لا بس لا والله انت اخذها ان شاء الله. مثل حلاوة العيد. عرفت هو حلاوة العيد. ما بس بس. لا طالب والله ما طالب. انا ما اكل الشعر. انا طالبة. انا محبين الشعر. طالب من نوع اللي يسمن على طول. انا والله انا محبين الشعر ذا، لازم امر حلاوة العيد. حلاوة العيد والله شوفتك يا ابو سعد. الله يلعنك. شو وجهك يا جاي؟ استغفر الله. بسم الله من جيل الحين. اوس لعت حاكيني. انت سمعت؟ انت لعت حاكيني. ليه؟ خليني اجيب العيد. عيال تصدقون انا لمني مثلا الحين مثلا حبيت الشخص، ما ادري انتم مثلي ولا لا، والله لمني حبيت شخص اني خلاص يا ولد اسب واعطيه ما فيك خاطر. ايش تحسبني مسبيتك بشيء اني احبك؟ ما تحبني. ما تسمع ذاك اللي يقول اضربك احبك. ما بضربك انا اسبك. هي نفسها يعني مثلها ومثل. بس انا بس اعطيك اخس ما عندي. مثل. اي والله. يعني انا اسمع يا زيد، انا اللي احب الواحد انا اضربه. نحبك يا اخوي. الحين نحبك يا شينك يا الكريه. نحبك يا اخوي. الوسخ. نحبك. معك ريحه. نحبك. اضربه انت تحبه. بدون سبحه ضرب اليد بس. بدون سبحه. ايوه يا شباب. ايوه ايش سؤالك اللي قبل شوي؟ اي سؤالي. ما ادري انتم مثلي ولا لا. طيب اسال. اسال. صح. اذا مثلا دقيقة. يفكر. لا مو يفكر، كيف اجيب لكم من طريقة صيغة السؤال بعقلياتكم. عديتك يعني. الله اكبر. الله العقلية. الله اكبر العقلية اللي بتفضل. الله يعني احنا بهايم. لا مو لا 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 انا ابو سعد وصدصد بهايم. لا لا. كرم البهايم عنك يا. كرم البهايم عنكم الله يسعدكم. في كذا يقولون تكرم البهايم عنكم. وانك ضايع يا ابن عمك. انا اقول كرم البهايم عنه. عنكم انتم. عنك انت. ايوه السؤال يفكر بسؤال. لا والله بس على ذاك اللي يقول عندي قصيده هو ما يدري وش يقول. يبي يشارك بس ما يعرف.
لا صدق صدق هيا هيا. هل منكم احد قد خاض التجربه في التجاره وخسر؟ سؤال في غير محل غير اسكب. لا صدق جايينك احنا رجال اعمال هنا جايينك منتفين منتفين ما معنى الا حق قوت يومنا. حتى قوت يومك على ابراهيم الحسين مو عليك ابو رباح نحسب له مهندس واخر شيء باع الموستنج عشان يصوت عشان يصوت. لا بلا صدق قد اخذت التجربه حتى في اشياء عاديه. ايه تقول تجربه ما معي راس مال ما بعد انا خذتها. طيب خذتها عقليا بس ما بعد طبقت. ماذا طبق؟ المادية غير متواجد. ليلي حظ المادية إن شاء الله. والله المادية يعني ها كانت متوفرة شيء بس. أنا وثلاث تم معي الله يستر عليك. لا لا الشراكة. واحد اللي قال له يوسف الأحمري واحد قال له محمد البسامي واحد قال له عبد العزيز بن مجري. ونعم. واحد اللي قال له. بس عليهم بالخير. نعم إيه والله. فلوس ولا شيء يحولون. هذول. آه رجال اجتمعنا في محل شاهي. ونسولف. شو اسمه؟ ونلعب بلوس قالوا يا الربع إيش رأيكم؟ شو اسمه المحل؟ محل عندنا الخميس تو يستوعب. لا والله انه يوم قال ايش رايكم يا الربع نفتح لنا محل مو محل شاهي فترتها. لا ناخذ لنا طاوله مو طاوله ذيك الجزه الكبيره نحطون فيها الحطب اللي على خطوط عليك نوم. بنحط الحطب وشاهي وحطب نبيع شاهي وحطب حلوه. قلنا يلا ونخطط كل واحد يجيب كذا ويلا ويلا يوم اصبحنا الصبح الراسل في الجروب اللي كلهم يقول اقول والله ظنيت هنا اللي راح تحلم العصر والله ما معكم الا ما شيء ولي هذا كلام الليل معنا ها رشيد قد واجد تفكير ها تفكير يوم افكر حلال لا خلي الحلال ليش مثلا فتحت لك محل لا محل سويت لك شيء مره. طيب الحلال كيف كان الشغل فيه اللي هي الذبايح وهذه ذبايح كنت اخذها ب1000 تبيع ب1000 وثلاث 1000 وربع كانت هذا من اللي يجيك في المجلبه والله اني شاريها ب 1300 ويقول لك تعال لكن علشانك بعطيك اياها بقيمتها شاريها ب 1000 ريال براس مالها والله من غير ذبحتني بالطعام. انا والله يا جماعه قد اخذت التجربه لكن للاسف ذبحت بالفشل تحت مقصف ولا وش؟ فتحت لا والله شو تقول؟ تحت مقصف مقصف لا والله فتحت محل محل خضار. ارحب 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 عيال والله على تيشيرتاتكم ناقصكم قهوة. اي لا هذا شو اسمه؟ يعني بيستاشيو انت زعفران هذا شو اسمه؟ اول قلب أرجل أنا ما تقدر أنت حليب سعودي حق حرقان لا ما يجي حليب سعودي يجي أبيض وزرق أبيض وزرق ما يجي غير لا أنت حليب خلني أعلمكم تجربة الشباب أسلم ما ظني شيء ما ضيعت هذا شو اسمه فتحت لي محل جيت لي وشخص لقيته خلاص بيفتح المحل جاهز جديد محل خضار كامل مكمل سلام في منطقة ما فيها ولا محل خضار. فيها ناس. فيها ناس بس المحلات يعني في مكان تسوق بيت، بس أنا جاي في حارة. في فندق تو مستفتح وفيها بقالة وفي محل واحد فاضي حط فيه خضار. المهم جيت تقبلت المحل كامل أنا مبلغ وقدره واشتغلت. كم هو؟ محل وش؟ ها؟ خضار. خضار؟ إيه محل خضار، محل فخم. كم المبلغ؟ مبلغ كبير جدا. اسلم ايه من يفصح ابوك معه اسلم. المهم كبير اخر شيء طماط وبصل ثوم نعمه يا ابو لا اسلم يا اخوي خلص. المهم طول عمر سلام هو اشتغل فيه لمده 6 شهور واجيب لي عامل والعامل والله كلام راتبه 1400 والسكن علي والاكل والشرب علي يا ولد. وانا لا عندي وظيفه ولا عندي شيء. انا كنت موظف في ونزلت في لجنه التنميه في الديره لجنه التنميه الاجتماعيه. الله يخليك للشباب اسلم. المهم وراتبي يجيني ها واعطيها العامل ومرتنا وبليال اسد الحاجه. ليه يا جماعه يجي منها دخل؟ يجي دخل بس يورد ضعيف جدا. هلا تلعب لا مو والله ما اخذت ريال منها حتى اشتري بس. طيب لكن للاسف يوميا لا يوميا فيه بس ان الدين عندنا دين في دين. ها؟ وش يقول؟ دين
يوم جاء اخر الشهر ذبحنا لذيذ. خليني اعلمك، خذ 6 شهور، خليني اعلمكم، خذ 6 شهور وانا اروح الطائف انا بنفسي، اروح الطائف انا بنفسي اجيب البضاعه، اروح الطائف بنفسي احمل السياره بضاعه وكلش دين. خليني اعلمك واجي انزل، اجي العام من نهايه اليوم القى عنده حتايتم بسيطه، اقمد الباقي قال والله الدفتر ابو فلان ابو فلان ابو فلان. وتعرفهم كلهم؟ كلهم في الحاره اعرف. المشكله انهم ايش، اني انا الغلطان اني علمتهم ان المحلي مسهم بالخير. طيب مسيهم بالخير سددوا وشددوا والله خلني الله يوفقهم. واخذ 6 شهور واخذ 6 شهور والله العظيم اني احضر بعض الاحيان عزايم القى الفوك حقتي ذات السنين. تعرفها؟ اعرفها معروف. ما في محل الا هو. كلها 16 بيت مدري كم بيت. في هو مخطط عندنا وايد، يمكن حوالي 2000 بيت. اوه بيت؟ لا مو 2000 بيت. 2000 بيت ولا في الا محل واحد؟ وين في انت؟ في الغريف. 2000 بيت صد؟ وايد ترى الغريف، ترى في اكثر من 15000 نسمه. والله؟ اي والله. انا اجيب لك العلم عليك. المهم مسوي عروقك في الماء حق. اي والله عروقي في الماء هناك عليك حقك انسار. مكالمه مع عمي وعلى طول. المهم يا طول عمر السلامه، هو واشتغل 6 شهور والله يا يجيني ندفدفها بغيت اجيب العنها لكن جات ندفدفها دفدفها. يوم جاء الشهر السادس يوم قفلت معي. الشهر السادس الشهر باقي 3 شهور. وش سميته المحل؟ اطلع ابراهيم. لا استغفر كل شيء اللي تدعي اكسر دائما اطلع ابراهيم يتربى فزك المحل. وش سميته المحل؟ امشي اسم المحل. مش كان اسمه جاب الخواطر. لا ابكو وش اسم المحل؟ ابكو يا اصبر والله ما سمعت اسم المحل. هو اسمه شقق نفسه. اعلان انت كل لا بشوف تقفل خلاص. المهم يوم جاء الشهر السادس سقط المحل ما نجح. ما تم تزعج يا ما يحب البصل ريحة البصل مرة يا خليني اعلمكم. يسلم. المهم اقفله ما قفلت يوم جيت خلاص بقفله يجيني ريحة الغانم الله يذكره بالخير توسدها يتبنى كمدية انا توسدها قال ودي المحل. قلت المحل ما مثله شغال اليوم اقل شيء 1500 فيه. ما علمت بالدين؟ الدين عندي دفتر والله فيه اكثر من 4000 او 5000. قلت انا الدين هذا اللي عليه 1000 اطرح له 5 بجيب له 500 اللي يدق عليه ما يرد اللي الله يجزاه خير. المهم والبط ذي ما يتقبل المحل ما بلغ قدره يتقبلون حواخد دفتر الدين واقوم ادق عليه اللي عليه 200 هذا الله يسامح بس اللي عليه 1000 وفوق لا هذا بدق عليه بدق عليه يا اخي جيب نصها خلاص. انا شفنا انا قدك سامع انا يأست من المحل المهم بسمعهم. طيب شيء شيء ولا شيء والله العظيم يا رجل بس اللي انا ارتحت في عجائز الله يطول اعمار يمكن نص صدقت عجائز اني ما اخذت عليها ريال. الله يجزاك الله يسامحها ان شاء الله يحللها لكن اللي لا تحل فيك غير الله يسامح. لكن اللي عليه 1005 ها اطالبه في 1000 واطالبه. نعم اخوسه اغير حياتك انفضحك ايه هنجاك اللي جاني اظهر ولا عين حديان يقول هذه هذه امس دي بس ترى شوف تحت لك انا حديان. المهم يا طويل العمر السلام هذه التجربه اللي خدتها انا رحت وللاسف انا ادعو فتحت لي محل ليكم بتود السالفه. لا لا محل خضار يا ليل عد وصل والله ما والله يا رجل اني كنت اخذ اني كنت اخذ الجماعه تنكب على بالديون اني اخذ برينين ثلاث ريال كرتون عملها جمايل كرتون اي والله كرتون الفلفل اني اخذ برينين ثلاث ريال من المحلات وانا تاخذون الكيس من افضل مشاريع اللي هي مكسب اي والله اكيد بس ليش لا بس اللي يدين اللي يدين هذا ياكل تراب كل شيء
انا قد والله في بعض الاحيان نزيد عندنا من الناس اللي نجح في الديره البقاله دين المغسله دين البنزين دين في بعضهم ما والله كل شيء ظروف عز الله لو المحل عنده ما يدين ما يدينك عز الله ايه ادفع على رجع بضاعتي ماك دخل ارجعها عرفت هذا حتى الخضار ياخذها يقول نظام مسترجع شوف انا تعبت اذا في دوام فاتح المحل واقف من الساعه 7 الصباح لين 12 الليل اترزق الله ويجيني واحد يقول دين ولا دين اخر الشهر اسحب عليه الرزق ليه؟ الرزق على الله يبو مفلح الرزق على الله ما اختلف محل في المدينه هذا اكبر مثال عانى فشل عندنا محل في المدينه ما شاء الله تقبلتها المحل ما يفضى ما يفضى يا عيال تدري ايش كاتب حط لوحه كاتب هو ملحمه ملحمه كاتب اذا ما معك اذا ما معك مبلغ اللحم خذ لك ولبيتك مجانا يحرجك اقسم بيت الله عيال المحل ما يفضى سبحان اللي جعل فيه بركه يا رجال هذا مسوي بيجد لا 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 اني لا تدخل في النية لا لا تدخل في النية شوف 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 كنيته زينه شوف على الله يجزاك شوف الله يجزاك محل ما يفضى الله يجزاك خير بس بس ما توصل مرحلة اني احط اخذ هذا بتجاري يا اخوي انا ما فتحت المحل ابغى يا جبر ما راح يجيك احد اسمع 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 يا جبر جبر ما حد جايك راضي عن نفسه انه بياخذ شيء مجاني اللي هو محتاج فعلا اي والله صدقت يعني انت بالله يا جبر معك دراهم وتروح تمديتك لا تقول عطني لا ما راح يجيك الا شخص محتاج يعتبر اصدقه فيه كنت تعرفونه كانه اصدقه كنت تعرفونه هاي في الوثلان اي فاتح له ملعمه وكل حط له شبك الحشوه من عنده تدري ايش قال لي راعي المحل يقول لي يجيك ما معه فلوس عرفت يعني عطى اصدقه بس ما حط كتاب قال يجيك تدري انا محتاج تعتبر صدق شوف ربي كيف الحين مثلي ما عنده ملحمه عنده الحين 4 و5 مثلي فتح سوبر ماركت مثلي انا وفتح لي ولد ما شاء الله انا والله صدق دخلت المحل والله الدين واجد لكن الله يسامحهم انت فاتح عند الربع ويعزمون تعطيهم الظهر والليل يعزمونك شوي يجيب قهوه منكم عاد عندنا هناك القهاوي الفواكه والخضار هذا شيء روتيني جبر بعدين جبر عذمنا لا هو عازمينه وين جاي رهيك عطر معاك موز وبرتقال اني بعد جبت خطه في المحل جبت الصنايا اجرها الصنايا الصنايا صواني لا تضحك لا تضحك نسميها الصنايا الصنايا لا يا الله لا صواني احنا نسميها الصنايا رجال بيقول له نو بحاول اثقف نفسي لا لا هذه لهجه والله هذه لهجتنا نقولها الصنايع خلني اعلمك جايب مقاسات صياني صيانة صياني صواني 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 جمعة اصلا خلها صياني او صواني عاد سبقت حرف الحرف صنايع 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 ايش الصنايع الطنايع هذه حماية احترم اللهجة لا ايوه محترمين اللهجة بس والله انا صدق كصنية صنية 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 وجمع صواني جمع كان كذا صنايع فت كذاب وهذه ما يبلع اجل الله انك ما انت بس مقدم ولا انت جمع شوف التقديم عجب انا اتكلم عن لهجه المنطقه ما اتكلم عني انا لهجه المنطقه مقدره ومحشومه لكن خلاص خلاص بعدين خلاص في كلمات حتى الانجليزي ما اعرفه وقف نطقها الصحيح صواني انا لو بطلع عندك كلمات بنقد عليك فيها مفرد اتحداك مفرد وش هو لا والله صدق ابداع انا مفرد كان وش نسميها صنايع جبر صنايع جبر والله انا صنايع عندنا لا تحلف طيب والله دقيقه جبر مفردها وش هو صنيه صنيه لا ما هي صنيه ها وش صينيه صينيه ايش صينيه صينيه صين صينيه صين اجل صنايع هذه لو انثى صينيه لا لا صدق لو انثى صينيه جبر عيال لا لا صدق رجاء المهم خلني اعلمكم احترموا اللهجه جبت ايش جبت اللهجه خلني اعلمك خلني اعلمك جبت حطها في لهجه حطها في لهجه عشان يبغى يحدك ما تقول مناسبه حركات والله نكون صنايع نعم جميع انواع الفواكه بالاجار يعني تتاجر حتى الفواكه لما انك رديتها اقوسها بالكيلو عندي وارجع لك فلوسك يعني تتاجر الفواكه بس زينه كذا بياكلوا منها حاجه بسيطه تردها لي الباقي ياتك اياها اجر حتى الفواكه اي والله واخذ العين يا ابو والله العظيم اني سويتها جاب الضوء قاعد يجي البرتقال والتفاح والله اني ناس يجونك يقول باخذ صينيتين طول عمر السلامه بعبيها فل قيمه 1000 ولا 800 اه وكم تدفع خلني اعلمك اقول مدها خلاص يلا اجار وبعد ما تخلص قهوتك رد اقوسها بالكيلو عندي اللي سلطان احد الشروط انك ما تاكل بس ما لا حاجه بسيطه عنب حاجات بسيطه فيها شيء خرب لا هو يرد في نفس اليوم غير عصريه 3 ساعات يا اخي انا شوف في بعض الناس فاهم ان الكرم
غلط والصدق ينقال. مثال الآن تجي لك عند ناس الله يبيض وجهه ويجمل حاله، أكرمنا بعيونه مدري ويش، يروح يهب لك مثل ذا الطاولة فاك لين تشوفها قد توصل السقف. في الأخير ضيفانا ما يتعدون 10 رجال 20 رجل. غلط. ليه؟ قال ضيفاني إذا جو يشوفونه لا. يا أخي هذا غلط. لا ما أنت قصدك الفواكه؟ إيه؟ طيب الفواكه إذا ما أحد أكلها. خل خليني أكمل وجهة النظر. تخرب. خل ثلاث أيام تجلس عندك. يومين تخرب. طب بجيبها على الموجودين. أحطها. عبد الله بن علوش يقول أكرم. وبيبان الكرم واجد. ولا يحتاج دين. ترى الرجال كرامها ما هو في كثر الطعام. هو بأنك إذا أمليت لك سفرة من حدها لردها أنك خلاص أكرمت. يا أخي القدر في الصدر. لو أن القدر في الصحون كان كل الناس جابوا من القعدان وجابوا من الطليان وجابوا من الأمور وحطوها للرجلي. لكن في بعض الأشياء أنا أقول إنها يعتبر إيش زي تقول لي كماليات. حركتك أحطها كماليات علشان أعجب عيون شخص. صحيح أنك أنت ودك أن ضيفك ما يطلع من عندك إلا حجاجه يضحك، لكن الشيء إذا كان في محله كل يحب كل يبغى. والشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى قبل كل حاجة أنت الشخص بنفسك تحس أنك قدمت الشيء اللي يخليك في مستوى عالي. أنت يا الضيف بنفسك إذا شفت مضيف بدون أي تكلف أي أمور وقال ترتاح أنت. يا أخي كلمة أرحبوا عند البو والله الذي لنا تطلق حجاج حفاوة الحال بس الحال ما بالك لو قدم ولو حط ولو قام ولو قعد. اسمه مسوى يا أبو سعد. في ضيف يجيك علشان محلك كرامتك إيش. في ضيف يجي علشان يشوف يقوس قدره. في ضيف يجيك لا والله لو تحط له فنجان ولا تحط له قعود كلها على ما قال قدرك عالي عنده. بس أنت أنت المضيف لا عاد لا تفشخ بزياده. شوف يا انا برد على ابو نواف في نقطه. تركي كلام نواف كله صحيح. ماشي متبع يا جبر كلام نواف كله صحيح في محل. الكثر ما حبه ربي. القيس دايم زين. لكن مثل الفواكه انت قصدك يعني في كثرها ولا انك ما تحطها؟ لا لا في كثرها. لا مو بني اقول ما تقدمها لا عادي لو قدمتها قصدي احنا كل الناس يقدموا الباك وتشتري له بالفيه. لكن يروح واحد يشتري له لا مثلا انت في زواج في محفل كبير ما اختلفنا في هذا الأمر. لكن عزيمة عادية جدا حاول بقدر المستطاع أنك تختصر. كل ما اختصرت الشيء كل ما زاد الأفضل. شوف على قدر المناسبة. أنا أقول أنها على المناسبة يعني صار مناسبتك إذا صار ضيف غالي من عندك ترى لا كرمته وعزمت على كرامته ناس واجد والنعمة واجد ما فيها شيء. بس مسألة أنك ضيف جايك ومتعني لك وتقول لك بحط له على قدر مدري ايش لا ما يم. لا المشكله وقصه شنو المشكله الحين بعد الرب لي شيء ابو سعد قدر الشخص هو اذا انا عارف صدر سوي علمك اذا انا عارف قدري عند الشخص هذا والله لو ما يقدم لي الا فنجان قهوه صادق اني لا اطلع من عنده واقول اكرمني في مواجيب يا ابو سعد بعلمكم بحاجه اقول اذا انا بنفسي اعرف قدري عند الشخص ذا لو ما يكرمني الا فنجان قهوه لا اطلع مع الباب واقول ترى اكرمني بقعود اكيد اكيد لكن الرجال يتكلمون الحين الحمد لله وبعدين الحين في ناس الحين انت يا نواف تجيني الحين يا سلطان مذبحك ثلاث قعدان وحطك طليه معها حلو وعزمك وعزم الربع كله فيها انا بعد هذا الشيء مني يمكن عندي انا خير مثلا هذا في ناس يسويها صح لو اني مثلا اكرم بالعدد ذا وما عزم احد صح عزم ولا ما عزم حتى يعني لو ما عزم قلت فيه اكرام الناس اللي يجيك عند بيتك ياخذها دحم ضيفي إكرام النعمة لكن ليه أنا أتوصل إلى إكرام النعمة؟ أنت ممكنك على قد حالك أخوي ليه ما أنا أكرم النعمة؟ أخوي ودك الواحد شف كل ما أكرمت النعمة فيها حرج أبو تركي ولا مهون تلجم كل ما أكرمت النعمة أكرمك الله هذا لا تنتظر إن إكرام النعمة تجيني ليه عند الباب يشلون النعمة هذا ما فيها كلام بس الواحد ود إنه وش لا ذل من كلام الرجل ذل من ربك خل الله هذا ما عنده شخصية لا ما عنده شخصية هو صدق أبو مسعود صدق عز الدار مضبوط ذبحت الدار خروفين وقعودي وأنا عزه
لكن لا جاني واحد ابدا لو ممكن لو اعشي دجاج ممكن يعتبرها عندي خروفين ولا بعودين، لكن لا جاني واحد مثلا ما به ميادي ذاك حاله جاني ضيف وحلت عليه وكرمته ممكن لو احط له طول عمره سلامه عزيمه عاديه راح يضيع السلام وراي قال انا والله جيت فلان وفلان يروح الضيف ولا يروحون للناس اللي حولك الضيف لا الضيف شوف بعض الرجال ترى يدل من الحجر لا لا طول عمر السلام ها بعض الرجال يدل من الحجر ذي انت طول عمر السلام انت اكرم بالشيء المعقول نعم الدارج في المجتمع اكرم ولا تسرف اي اما مسألة انك تبذر وتحط وتشيل وتحط وكل شخص وقدره عندك اي صارت تحديات انا وشوف بيني بينك انا بالنسبه لي وجهه نظري انا ضد مقوله اللي يقول الرجال تاكل بعيونها ايوه املى العيون ولا تملى البطون هذا اكبر غلط انت بشبعان اكبر غلط كيف تملى عين املى عيني انت بحفاوتك وبترحيبك وب ايش اسمها وبقلاطك اللي في مجلسك وباستقبالك الطيب والله يا ابو سعد والله يا ابو سعد احنا في الزمن الحين ما يملى عينك شيء اصلا ما يملى لكن شوف اما الان والله ناس واجد يا اخي يجي فلان مثلا يذبح لك ذبيحه ما تصلح لك السؤال جينا اجاب نروح الجبر اجى عندي عزيمه بعد ما نطلع بتقضي خضار شنو ساعدك بغيت خضار وبغيت القعدان قفل المحل قفل عندكم مزرعه يا جبر سقط يا سلام انواع البوك يا ربع كل عندك كل شيء في ناس خلني اعلمك سوالف عزيمه وكذا انت يما ايش قلت حلو لا ما هو كذا يا رشيد ايش فيه ما هو كذا امي يا رشيد لا الحين امي قاعد امك مره من عم امك او تعج على الوهله هلا امك ان بغيت هنا فهذه علوم ما هي بنا زين يا بغيت هنا هذه علومنا اصلا فالاساس في حاجه في حاجه والله مره متوحش عيال في حاجه ثانيه ايش رايكم في الضيف اللي لجاح رفيق شوف صور العزيمه الله عاد شوف اللي يصور يلا مرة أمك بعد بسوي عشان بسوري أوه شوف عشاي أعلن انقطاعي من هذا المنبر مع جبر في زمننا ذا في السوشيال ميديا قلنا نشوفها عادية ايوه لا والله مو عادية ولد يعني غلط ولد غلط غراش أبو سلطان غراش الحين غراش غراش جبر خلاص كنا في موضوع كذا تقهر وتخليه يموت موضوع ثاني موضوع التصوير ترى محله صادم انا شايف اللي يقول تصوير الضيوف انا اقول ما اقدر شيء انا اشوف التصوير المحدود بس تصور الاكل لا ايه تصور كرامه الرجل لا بس تصور القهر بس تصور هذه تبقى ذكريات كش عليه جبر وكش مالت قم قال كش يا رجال خربني مالت عليك يا عزيز انقلع انقلع انت بعد بس انا اقول مالت يا احترم شماق يا معفنين شيل قم احترم الدقن دقنك ذا احترم انك راعي ابل بعد بكره بالسياحه احنا خلها تروح بس خلها تروح روح روح بعد بالسياحه كيف عزوز بكره تلقاه معرض والله والله لجيك بكره عندما اقول يما ايش قد حلو اذا ما قلتها ها عفيف اذا ما قلتها في عفيف يا عزوز ها خلني اجيك بس بقول يا ربع هذه مشاركه لي العزوز ام غيري يما ايش قد حلو والله سطد اني شايل الهم تعود عليه انا بعرف هذا الحين صار يجيني ويقول هلي والله انا اجيك الطحوس بعلم كل حركه اسويها اول ما اشوفك الناس تقول حظ اول ما اشوفك اتذكر يما ايش قد حلو اقسم بالله تعودها اقشر وهذا انا صرت انسى شوي يجي يذكرني والله يا عبد العزيز متهكر اللي في المنتجع كله متهكر شيف من لما جيت واحد ثلاث يهزك توبه يم مش قد حلو من غالب حزامه وانت هنا تقول يم مش قد خرب لي عزوز خرب لا مالي دخل والله لا مالي دخل ما اقول يم مش قد حلو يم مش قد حلو سلطان تخيل يدخل بكره على طاحوس شبك شبك اسكت اخرس 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 يلا يا ارخمه الجماعه اضرب ابدي يا رشيد وش شعورك اللي دخلت رماح على بيك في المجلس ثم قال لك ابيك يلا حيه ثم قلت له يما ايش قد حلو عادي ما في شيء عادي يمكن طاح يقول يمكن طاح يقول تعال تعال دوف تعال يعطيك واحد اثنين يما ايش قد حلو بوف اسمع ايه تعال تعال الحركه ذي حلوه عجبتني بوف ليه يا جماعه ننطلق مع هذا الجماعة ما نريد رايح لنا جنبي عشان أضرب معك لا خلوه يسوي الأول خلوه يسوي الأول حتى أبدأ قدوه متأكر جدوه ايه جدوه بكرة هو في المطار يما ايش قد حلو لا أنا باقي ما قد تفكرت وانتاكر
رشودي يا من زمان اجوا الشلات ما يشغلون والله نبي شيلة جنتل قاعد يطلب من ورا التريلات هذا جنتل من نبغى شيلة جنتل يستاهل ابو طاحوس مساعد يا ريمن ويستاهل جبر مساعد اليسر ويستاهل الاخوان محازمي الله يطول احلى شيلة لهم انا طالب الرجال ذا انه يفكني شره ترى قبل شيء يضربني هنا نعم وانا شاهد خربت اخر الايام انا شاهد يا رجال انا يا جنتل اعلى تراك البارح اللي فكر انه يشتان يحط الغرفه ترى انت لا فهمت علي انا ادري انه انت فهمت علي فلذلك لا تحاول تعتدي على جبر خلاص خل جبر يا رجال بس ولا كلمه خلاص اسمع انا مشيت شوف خلنا نتكلم ترى اقطعها يا ولد انا تعبت منك انا اعلن قبل تعلن في رسالة مبطنة، الرسالة مبطنة ذي ان اي جنتل ما ياخذك مساعد لانك راي قلبات، اعرف الحركات هذه انا. اعرف الحركات هذه. اعلن انقطاعي مع جنتل. باقي ما هم باقي انا الجنتل. مع جبر. شوي. اعلن انقطاعي مع جبر. جنتل خربها مرة واحدة. انت وانت المفارس مو بدلك. مو انت المخزي. هو المخزي. يا جماعة الخير باقي 3 ساعات. والعمل اللي بيني وبينك لن ارضى يعرض امام الشاشة. وانا غصبة. العمل. انا. حصان الاسبوع الجاي. لن يعرض. اقول احط على رشيد انا اعرف كيف على جبر اسمع يا جايكم عمل 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 صوت المنشد القدير جبر لا صوتك عندها والناس انت لانك فاشل انت فيها اعلامي عمل ما عندك حصريات انت هذا هذا اي انت الفاشل انت اللي هو يتكلم هو صح لا احد يعرف انا والله متكلم خلاص اغلقوا انا صار غلطان اصلا يوم صرت غني يا بس علم وقال كل شيء خش عليك تعال يلا حلو يلا برا اخرس تركي الحمد لله اقدر صفط رجلي الحمد لله اقدر صفط رجلي واسوي حركات هيك تصفط رجلي استغفر يا استغفر الله ربي يبلع لا الحمد لله حمدت الله الله من ليل انطواريه تشعاه شايل القطيع اللي يسبع احتدوها يا مهايطي يرجس تركي انا تصدق لو ان العافيه في يدي والله لا اعطيك اياها ارمح ما اعرف اقدرك ابو راجح ما تقصر الحمد لله ان ما هي عند بعض الناس ايه يا رجال العافيه لو تنشر وش ثمنها اللهم لك الحمد على النعمه والله ابو هتان انت ما ادري ايش وضعك انت يا ما صايبك حين وصقع الجدران وصقع المواسير انا بجمع المتسابقين في اخر ليله في الجنتله اخذ غسولهم اي والله اشربك اياه يا جماعه كفو والله الجد من قال عين هذا الجنتله اللي خاف على اخويا عمرك ما صبر اكثر واحد اكثر عادي عادي بوف مصوره المنتج هذا كبر مصوره فالناس تروح لها ليه اكثر واحد اكثر واحد يعدي في المنتج مشغل مسكين قم عليه بالعصا يا مريض زحلقت انا مزحلق انا اعرف وين عادي اعرف وين عادي مصوره فالنص الحاله كذا الحاله عادي كذا حولها مساحه عادي رحت لها ركضت عيال يقول والله يا بلا والله يا بلا بذمتي يوم من الايام العصر يا راسي انك قاعد يدور بي المنتج عندي قاعد يدور دخلت هنا دخلت قمت العصر قايم من النوم عيوني فيها نوم وادخل معينت هنا لايمن قاعد هنيه وادخل اسولف مع ايمن ابغى اطلع واجي صوب ايمن اثر الباب ذا مبطل زين الوحده ذي اللي طالعه ما ضربت جبهتي ساعات التفت اسولف مع ايمن ساعات التفت في صفقني الباب هنيه فلاني معود طاحن على وجهي عاد هذا الله يبشرك بالخير عاد اقعدها متناقر شيء الحمد لله انك سلامات يا ابو مسعود سلامات ان شاء الله ما ترى باس لا وين المشكله ايمن قدامك العاب ايمن ابغى ياتي يفزع لي احسن وجهي انت تبغى اطلعك مستشفى قصدك لا خلاص راح رجلي يا طاري مستشفى لك ما قدرت مستشفى رجلي ثلاث ساعات ترى الجنتل القادم تم معي انت الجنتل القادم اطلع مره ها عيال مفروض ان نطالب اداره اي جنتل يجي مع صلاحيات يطلع المستشفى انا اذا اخذت الجنتل انا ما ولا واحد يطلع من غرفته اتمنى اكون جنتل لانه راح يكون في نظام يا حلو حلو انا باقي دخوليتي قطه كل شيء قطه وراح اسوي اشياء ما قد قلت لك كلكم تقطون ولا بدخل بسيكل هل انت حركتك راح اسوي اذا اخذ 50000 60000 ليه اهنيك على فكرك
دخولية أخرى تساكل. أهنيك على هالفكر اللي الرجل يدخل الرجل يدخل على أركاب الرجل يدخل على أركاب يدخل على زيك. هذا فرق الرجل. والله في واحد من العيال عنده دخولية علم سلامتك في واحد واحد والله في واحد من العيال والله لا تخبها لكم. واحد من العيال علمني فكرة دخوليته يوه يضحك والله إنها فكرة عجيبة. وش فكرة؟ ضحك كوميديا ولا ضحك يشيله؟ لا ضحك كوميديا وهي أصلا راكبها على الكاركتر حقه. هذا الصح كل واحد علمك. انا كنت معك يوه اكيد رشيد فين صب لي فنجان صبت فنجان صب لي معك فنجان غبي يا مساعد والله اني محتاج له في ذا الحال الله اكبر يا رفيقي الله هلا بالعمده آه يا عمدة يا عمدة وآه يا عمدة يا عمدة وآه يا عمدة وآه يا عمدة 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 يا عمدة. بلا دقيقة أنت الحين ما صبرت ساعتين تجملت أسبوع ساعتين لين أخلص ساعتين. صب أفا والله ما صبرت. طيب يا رشيد طيب يا رشيد شيء تقول لي قدامك كذا مدري شو العصير من كبد احد انا اللي ببرد تبدي ان شاء الله في جنت واحد يدق خشمك على خشمه ابو سعد خليه يقوم عمده ليش هذا شاي ولا قهوه بالله لي ترمس الشاي عمده كذا اجلس اجلس زين سلطان اجلس زين سلطان لا تطقه مقدم السبت القلح في احد يتكلم هنا احد يا سلطان لا تطقه من قدم السبت القلعه يا شباب والله يا بلوزتك ذي انها اسرع بلوز يمكن تلبسها الليله الساعه كم؟ الساعه 8 وتنزلها الساعه 12 يا شباب اذا في طير هنا طيروه خلوه يطير شوف طلعوا من فصل طيب انا اول مره اشوف انكبت اسبوع كامل كابتك كتم كاتبك كتم ما ظهر صوتك الا الليله كاتم كاتم ما ظهر صوتك الا انا اسمع عشان يبغوا اسمع ايه كاتمني كيف تكتمني وانتم واتخذ اكتمك ابداه مخطي مخطي انا داري مخطي اول مره اشوف جنتل يخنق منك اول مره اشوف معاون قدموا اعتذار يمكن تحط لك معاون فاشل معاون انت فاشل اسمع اسمع ارشيد بالريال تجيب بالريال المفروض تسطسط تحط المفروض تسطسط هو اللي يكون معاون اسكت أسمع. والله ما يصلح يا بنصحك والله ما يصلح اسمع هذا متسلط الفاشل يبقى فاشل طول عمره اسكت وعليك زود اسكت ابو الريال البخاشيش مشونك بالريال يا بالريال يمشونك اسمع انت تمشي بالريال دقيقه اثبت ها اثبت اثبت ظهر مني يمدحني رجع يسب انت باقي رجليك راشبتن في اللوحة هناك ايه جنت الناشف في الباب لا 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 غدر عشم جنت الناشف في الباب لا ظهرت جنت هذه تطرح العمدة تطرح يوم جات لا وقتها متى تطلع انا محامي خليها متى وقتها دقيقة العمدة متى طلع ست ايام وانا موجود كاتب زي البلد كاتب كتب لا 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 كتب لا لا اول شيء تسحب المعاونة تسحب المعاونة طلع في الوقت المناسب ايه العمده طلع في الوقت المناسب هذا وقتك صبرنا 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 يا ام جلبال ليش ما هذا اكبر حرامي او شرط وش معه خلينا نشوف اللي بيده ابداح يتكنسل المعاون انا جيد السارق خدديه وانا جيد لابس خدديه ساعتي ساعتك اعطيها ساعته ساعته لابس انا يا رجال خلا معي شويه شويه يا عمده استاذن من هو يقول كان انا درست ايش خلاه راشي ايوه كيف تاخذ راشي ما هو راشي اللي خذه هذا جاب غير جزماتي خذ اليوم العصر هذا جاب لابس جزمات العصر لازم عايش على الاخرين طيب اسمع عايش على الاخرين واذا حس نواف تعال اقرا يا عمده نواف تعال هناك يا عمده تعال هناك يا عمده ايوه يا عمده 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 داح يا عمده يا عمده شوف الجنتل تراني اعطيتها بدا بيبدا بيبدا دير بحر ثاني دخلني انا وتاخذ شيء مو بلك والله اقوم عليك وانت تطالب في شيء مو بلك تطالبون في شيء مو بكم اسمع تمسحون على وجهكم اسمع يا ابداح تمسح على وجهك انت وياه اسمع ابداح تطالب في ساعه مو بلك اسمع انت ما قصرت بيضرها وجهك جيب ساعتي دخولي حلوه
شغل حلو. تجملت ساعتين لكن نهايتك امس سيئه. هذه نهايه جنتل. ايوه ايش هذه نهايه جنتل؟ دق الارض دق. يا البلا منك يا البلا من معاونينك. أبغى انا من معاوني. يا خسي اجلد اجلد. زحف حق نواف. بس ساعه ساعتك وني بساعه. يا عمده 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 سلطان قبل عمده سلطان. زحف قوي يقول ساعتها وني بساعه. ساعتين ما لفت عليك. عمده انظر بكل عمده. ما عمده ارشاد افزع الجبر. ارشاد افزع الجبر. فكر عمده. ما هي الكلامات هذا قررها مدرسه. فكر عمده. فكر عمده الله مدرسه. لا تفكه. لا تفكه. فكوه. لا تفكه. فكوه. لا تفكه. تعال دقيقه. انا تعبت. انا اطلب الحق. اسكت. هات العصا تركي. تعبت منك. لا تسكتني انا اطلب الحق. خلاص كرهتك. خلاص كرهتك. ابعد عنك. ايش السين؟ اجي زينب العمو. لا تكون شو اسمه؟ اجي زينب ابو عبد الله. والله ابتاعها. تعب تعب. يعني العمده. اجلس اجلس. يا اخي انت عمده انت بالعاده انا. عمده. اسكت. ما انا بساكت. ما في حق الحين نخلص مشكله ثانيه. اللي يقول ساعتي من ساعتي. ليه؟ ليه؟ انت وقعت المايل. اضربه. فك ساعتي. فك ساعتي عزوز. فك ساعتي. فك ساعتي. ساعة من هذه؟ سعد؟ يا حراك ساعة من؟ اللي في زمننا ما صوت صوت هل الساعة حافظ عليها والنقا ما تبر حافظ عليها والنقاف قبالها الخوة اللي في زمنا ما تبر حافظ عليها والنقاف قبالها حنا تخاونا وبادلنا الشعور جمال والحملة نشيل ثقالها لا والله الأخوان في كل الأمور والناس ما نشرح على عدالها والناس ما نشرح على عدالها عشنا تكاتف لا نلف ولا ندور خذنا من علوم الرجال جالها وإذا تحامينا على مر العصور تشهد مواقفنا بعد افعالها وإذا تعزوينا مع صوت الجهور ما فوق الأرض إلا شموخ جبالها ما فوق الأرض إلا شموخ جبالها اللي تعلمنا على حب الظهور وجيهنا من دونكم نسعى لها اكبر قدر من وسيعنا الصدور من شجرة دايم يظل ظلالها من منطلق خوات طويلين الشبور يبقى الوفا والطيب من مدهالها لو كان ما نملك سوى كرت العبور المرجلة حنا على موالها والمرجلة حنا على موالها يا لا 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 يا لا 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 ليلة البارحة قلبي تضايق من الجنوبي يا لا 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 من فراق الديار ومن فراق أهلي وناسي يا لا 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 الجنوبي ليلة البارحة قلبي تضايق من الجنوبي من فراق الديار ومن فراق أهلي وناسي يا لا 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 الجنوبي لا تلوموني من قلبه تولع بالجنوبي لو تغرب وطالت غربته ما هو بناسي يا سحب يمر وفي
طفل يسقي يرضى كل يقول ليته في ما ربعنا يهلي يا لا 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 يا لا لا تالي يرضى ازعل احيانا من جور الصديق وتالي يرضى لقيته يقول يا مرحبا ولا يهلي يا لا 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 يا لا 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 واشتال واشتال يا عنب لك ضروس راوية واشتال واشتال والعنب تاوى عيني زاهية في عناقي دا يا لا 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 واشتال واشتال راعي الهم كم يحمل عنا واشتال واشتال كنه اللي مع العدوان يشكي عناقي دا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مرت وانا واعي وانا به من جروح العجز تلقى مداويها وتبرام يا لا 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 يا لا 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 بنابه كلمته للحسد مثل الحنش سمه بنابه عنك يا حاسدي ما تبعد التهمه وتبرام يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 تلوم للجنوبي يا لا 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 سمانا كم نجوم نسميها وتظهر في سمانا ما اعترفنا بغير الجدي وسهيل اليمان يا لا 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 يا لا لا من سمانا راعي الجود قدم للضيافه من سمانا يا خلا تفقر الاجواد واطول اليماني يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 تلوم عمده هزل شوف عمده ايش سوالك ونسك واطربك ايش رايك يا ايمن والله عمده صوت العمده انا من هذا المنبر من هذا المنبر صوت العمده يا خسي انا شوف خلي ما طير طير كفو صوت خسي صوت العمده اسمع سلطان اسكت ما تجي ما تجي جد اسمع لو تموت لو تموت ما تجي ما تجي عمدة القرية من اليوم عمدة طل عمدة القرية لين نسلم هلال لين نسلم هذه جنت بدري بدري جربة يا صبي بدري عمدة لا لا تستاهل كفو بالعمه عاش بالعمه صوت لك على السمع والطاعة وانت الساهل وكفو وانت العمدة سلام عليك عمدة صوت غصب كذاب تعقب قدم تعقب تعقب ها ايوه ليش تغصب كل دور لها بالعمه لا بالعمه لا والله يقصدك عزوز والله انك تقصده والله احب على خشم والله اني اقصدك يا غبي اي 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 العمده معي شو الباص يما ايش قد حلو جيب عادي يما يما ايش قد حلو مكشغل مكشغل رجاء حركات دي اجلس 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 صوت ولا لا صوت طل ترى باقي لك كم ساعه وتدري صلاحياتك على كبدك انا خليتك منضغط اسبوع توك تطلع هذا الحين ايش ما طلعت هذا المسوق قبل امس خلاص مبلفك اذا خلصت علي يرد عليك خلص لا ما رد لا ما احتاج ترد ما احتاج اول شيء اول مره اشوف جنتل ايه خذيته حلوه كل شيء مني حلو غصب عنك لكن وسط الاسبوع صار رخو غصب نهايه الاسبوع صار يخنق غصب و... وين كلامك ذا اول مره اشوف جنتل يجي يحط العشاء واحد يدبن واحد يدبن يلا 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 واحد يدبن راح ادري جنتل ما حد ادري نايم نايم قم اذن قم 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 جنت انتحاك هذا يا نواف قد شفت عشا فطور شفت عشا فطور ها شو حد سلا 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 اجر اجر يا ربع اجر اجر من العمده من العمده شرب العود العمده هو ايمن مساعدي ايمن ايمن مساعدي اليوم رايح مساعدي ايمن كفو اذني خاف تمسك اذني ايوه مساعدي ايمن لا لا اخر اخر امسك اذني حبيبي فكوفك المجنتين معاونينه فكوفك مع الباب فكوفك انا
يا اخي روح المحل، روح المحل خضارك. عمده بس ما تهيني. افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب بالعم همزه، افتح الباب من بعيد، من بعيد افتح الباب، افتح الباب بسرعه جبر. الله يلا. اوه سويدين تعال. عاش العمده، عاش العمده، هاي عمدة دين دين، هاي عمدة دين دين، هاي عمدة. الكيكة هذه تودى هناك، تودى تودى. ايه ما في ايه، الكيكة هذه عزلها هنا توسم، كل ما مر احد له ثوبها خضر خضر. اللي شلو عنده هاي عمدة مسلم لازم سيدة منا ما في منا. ان شاء الله شن توقف نواف عقاب، تركي خويزي، ايمن، جدو، عطى عمازي، جربوعي، هذا جربوعي، جربوعي، جربوعي. ان شاء الله لكم اماكن حلوه وراح يجيكم ان شاء الله هدايا وشكر على السمع والطاعه. ايوه كهو علم الباقيين عشان كيف الله يخليك لنا يا العمده. ايوه لا اوصيكم وابشروا بالسعد، عدنا عدنا وابشروا اليوم ان شاء الله بعد شوي اذا العزمه موجوده زبط لكم ذاك العشاء. العمده هو اللي يطبخ لكم يظبط لكم، العمده هو اللي يظبط اموركم من قريب. كفو يا كرم. وش تحبون بس، تبون كبسه، تبون ادامات، تبون اللي يجي منك يا حبيبي كلش حلو. صالونه، صالونه ايش؟ صالونه مرق، اسمه مرق مو بصالونه، صالونه رايح الحلاق. صالونه يقول صالونه، شو في صالونه وفي مرق.